اهلا وسهلا بالجميع. ما رضاء الله الا برضاء الوالدين. قف ستوب. اليوم الناس كل تقف في الاكله اللي الناس كل تحبها بالرغم انه يعرفوا اصلا ويعرفوا التاريخ نتاعها. دونك اليوم احنا موجودين في الريستو اللي معروف على مستوى اقليم تونس والناس كل تعرفوا في عند الحاج الصديق. مش نشوف معاه صباح النور. صباح النور. صح وين؟ مرحبا بيك. لاباس؟ نورتونا يا اخويا. يعطيك صحة اخويا. يعطيك صحة ساعة كي وافقتنا نصوروا بعضيكم. مرحبا بيك. ويعطيك صحة انك وفرت لنا الظرف. كرشة تاع العلوش 20 دوارة نغسلوها ونطفوها بالماء ونخدموها نطيبوها مع بالحمص بالجمعة تجيب لينا ياسر بينا ياسر برشا ما يعرفوش يخدموها على خاطر تنظيفها صعيب ياسر. تنظيفها صعيب ياسر. تنظيفها صعيب. انا عندي بناتي في التليفون يجيو عليها. والله عندي شكون يكلمني اليوم طيب هذا بالذمة. على خاطر كانوا برشا بلايص تبدا فيها ريحه حاجه مش باينه. دونك نال الشرف احنا اليوم باش نكون خايط مع الحاج الصديق بالرغم من خلك هو تنظيفها صعيب برشا لانه هي الاخوين اللي موجودين في الخليج ما يعرفوش دواره. تونس هي الامعان تاع الحيوان اللي كيلك سوا الخروف الشاه او الشاه بشتى انواعها او المعز او البقري الى غير ذلك. دونك عندها تاريخه معينه في التنظيف باش نخرجوا من التاريخ نتاعها الاسود هاك ولا باش نلاقي تاريخها الابي. يلا حاج صديق باش ندخلوا. شكون حاضر معنا اليوم؟ اليوم عندي معايا عندي نور الدين يخدم معايا عنده اكثر من 35 عام معايا. ايه عشنا كيفاش كنا معنا صغار عزير. ايه وخدم معايا وتو معايا نبدا اللي على الكاس الساعه. شكون هو؟ انا ولدي الصغير احمد. احمد هو اللي شاد الكاس. مرحبا بك سي احمد. ولدي الصغير احمد. ايه هذا سي نور الدين من عام 86 نخدموا معنا. سي نور الدين مرحبا بك. من 86. اي ما شاء الله قريب تخرج من ثلاثة. يا ودي باش ربي يحول لي. العشرة قديمة ياسر. العشرة قديمة ربي يطول العشرة. ومعنا أسامة هذا ولدي الكبير. أسامة. أسامة هو اللي مش يحضر معنا على ما أظن إن شاء الله. العم صديق الحاج صديق كيف الخوين الكل يحبوا يسموه أنه يخدم الأكلات الزمنية لربما يسميهم لنا فيسع فيسع. احنا نخدم كبتاجي نخدم العجاج بنواحة نخدم مشمنكة نخدم المقرونة بالكعابر اللوبيا الكسكسي كل شيء يخدموه ونخدم الحوت مشوي والسكراب والدجاج مشوي والروتي هذه كل خدمة المدفونة والكسكسي والواحد كل هذا. المدفونة عندنا برشا ما خدمناهاش حكوا احنا خدمناها برشا. أما تخدمها؟ أما نخدموا كل شيء. دونك احنا اليوم مش نحضروا لل إن شاء الله المرة الجاية نحضروا على حاجة أخرى. للشمنكة والمرة الجاية نحضروا حاجة أخرى. يلا نحضروا مع خونا سامة. شكرا جزيلا. يعطيك الصحة. ندخل الكوجينة تو. أسامة عصام الساعة قبل كل شيء. بس شنو هو اليوم؟ اليوم باش نعملوا شمينكة إن شاء الله. اليوم سبيسيال برشا. سبيسيال حاجة سبيسيال اليوم حاجة. الشمينكة. هاي سيدي شنو هي الشمينكة هذي؟ وريها لنا قطعة قطعة سيدي. اللي هي؟ اللي هي الكرشة. أي. نخلوها خويا نظفوها. نغسلوها بالبرودوي بجافيل. دونك مش تكون فيها الكرشة المصارة نتاعها. عين دوارة خاصة عين دوارة. عين دوارة هي فيها كبدة ولا واحد ولا لا؟ تكون بلاش كبدة بلاش كبدة بلاش قلب. عين دوارة هي الروح نتاعها. شنو اللي لازم يكون باش تكون شمنكتنا بن عالمين؟ هي أولا لازم روح الناحية. إي. بس هو الأول حاجة. واضح. والنظافة والفاح. والفاح. نبدأ بالفاح شنو هو الفاح؟ احنا نخدموها نعملوا لها شوية ريس عربي وشوية ثوم والتابل الكروية والفلفل الزين هذوك نخدموهم وحدنا. إي. تحب الحمص ناخذوا نفقوزه من الليل ناخذوا شويه بصل زاد ربعي وبعد نسطوها في شويه ماء وملح نطفوها من الدار وبعد نشللوها ونعاود نخدموها من غير زيت من غير حتى شيء دور تصبطها في الماء برك شويه ملح. نسطوها في الماء شويه ملح. قديش تاخذ وقتك هيك؟ شوي شوي سلا
نحنا ديما بشوية بشوية سلة سلة. هاي طب بعد زي ما خليناها طب شوية هكا الصوص نتاعها. ايه نمشي عملية تفوية. تفوية. بطماطم معجونة. بطماطم. فلفل مرحي احمر فلفل زينه سموه احنا فلفل زينه اي فلفل زينه ملح شويه تبر كويس شويه خلينا نقول الرئيس العربي بدات الريحه تفوح الريحه تفوح وريحه بنينه اكيد عيني على السمنكه بالرغم من واحد يعرف تاريخها الأظلم إلا أنه يموت عليها يعني نجمش استغنى عليها أنا نجمش استغنى عليها برجة وينسى يعشقها صراحة الشمنكة وين أول واحد فيهم؟ أول عاشقين للشمنكة أي أول عاشقين للشمنكة تعملها الوالدة مش نرمال الله يرحمها الله يرحمها ترحمونا على الوالدة بلاي تعمل زين زاد الوالدة متوفي ربي يرحمها الله يرحم الجميع إن شاء الله في الجنة يا رب خلينا نغلي شوية طبعا نزيدوها دقيقتين هريسة عادي شوف اللي يتبعوا فينا سيبتوا له خاين الجزيريه ولا المراكش معناها احنا راه مش معناها نغطيو نكهه الاكله نتاعنا بالهريسه العربي لانه الهريسه العربي نتاعنا في تونس الهريسه الديالي راه ما ينجم يعملها حتى حد لواش لانه طريقه اعدادها والفاح الموجود فيها خاصه كميه الثوم كميه التوابل الموجوده فيها راهي في حد ذاتها تفويح وتوابل الاكله راهي مش تغطي على تزيد تعطي قيمه للاكله نتاعنا جد تحضر يا جماعه وما نقول لكمش انا مش نشعل شويه الضوء الفلاشه ما نشوفوا شويه البخار شفتوا البنه نتاع السمنكه تو هذه عالقيله مازالوا لها قداش وقتها ترجين باذن الله تكون حاضره تكون صحنا حاضر سلا خلاص تطبخ نزيدوها شويه ماء دونك تبقى لنا كان الفلفل وطرفه الكرد نتاع الطماطم كعبه الطماطم مش تعطي نكهه اخرى للسمك بعد ما طابت نزيدها هذه الفلفل تمام تحط الفلفل اخوان الكل اللي تابعوا فينا اللي مازال ما اشتركش يشترك في القناه نتاعنا وانا جبنا لكم سمنكه من اليفيا الى يائيا مع شيف اسامه بالحاج الصديق واللي يحب ما يعرفش طيبه يجي بعد اخونا الصديق في جبل الجلود اول حاجه بيز درج مزنيه تحت باريدها حاج صديق يا حاج قداش صحن الشمنكه؟ صحن الشمنكه 6500 درهم معدنوس يعملوا تنقيز الحاج صديق في الجنود ياكلوا الحاج صديق ياكلوا ويعطونا رايهم في الشمنكه نتاع الشيف اسامه باذن الله حاجه به ان شاء الله هاك عباد زيتون دونك نمشيو ياخذوا شويه زيتون معاهم فاشخين امورهم واضحه دونك صحه عليكم من كل شيء الفيديو تاعنا اليوم من مطعم الحاج صديق في جبل جلود صحين شمنكه عدوش الى اللقاء قريب في فيديو اخر ان شاء الله وما رضا الله والدي إلى اللقاء